بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين. حكينا في المحاضرات اللي فاتت عن استخدام لوحة الأردينيو أو متحكم أردينيو، واستعملنا برنامج الـIDE اللي في الشاشة هذا، مش نصب البرنامج اللي كتبناه فيه داخل الأردينيو. طبعا قلت لكم أنا فيه طبعا بالإمكان برمجة ووضع السوفتوير اللي يتحكم في لوحة الأردينيو بأكثر من طريقة يعني. وطبعا اليوم حنتعرف على طريقة تانية غير لغة السي في البرمجة، والسي بلس بلس يعني. احنا ممكن نستعمل لغة السي لبرمجة الأردينيو اللي تتحكم في العالم الخارجي، أو تتحكم في أي في ماكينة ولا في مصنع ولا في آلة ولا في سيارة ولا أي حاجة، وممكن نبرمجوها بطرق ثانية. عرفت؟ وقلت لكم في طريقة اسمها بلوكي يعني. نحن اليوم حناخد عليها فكرة البرمجة هذه يعني. البلوكي طبعا هي طبعا مبنية على لغة سكراتش. لغة سكراتش دارت تم إنشائها من قبل معهد الابحاث الامريكي MIT. وممكن نشوفوها، هي طبعا هي اللغه. الفكره نتاعها ان البرمجه على هيئه بلوكات، على هيئه بلوك يعني. بدل ما نكتبوا امر مثلا، نبي نديروا امر يتكرر 10 مرات، ولا نبي تاخير لمده 7 ثواني، فناخذوه كبلوك، نفس البلوكات اللي قدامنا هذه اللي لونها بنفسجي هذه. كل بلوك او كل بلوك عندها شنو تعني شيء معين. طبعا ميزة البرمجه هذه عندها اكثر من لغه يعني، فيها ممكن حتى العربيه يعني. ممكن حتى موجوده، نقدر نقول لها حتى طبعا قل مرحبا لمده 2 ثانيه. لو كان ناخذ الامر ونحطوه، نأمر هذه اللغة بهذا الأمر فتتمثل له. وممكن طبعا أو مجموعة أو ممكن يكون حتى باللغة العربية يعني. طبعا بالنسبة لنا احنا حناخذ تطبيق، كم ناخذ أكثر من تطبيق لما نروح. فنجيب مثلا سبيل المثال، نفترض أننا بناخذ تطبيق إخراج، ناخذ لايت إميتد دايت أو دايت ضوئي ونشغله. عرفت؟ طبعا الدايت الضوئي كيف ما قلنا من قبل، أنه طبعا الدايت الضوئي عنده رجلين، الرجل الكبيرة هي الموجب والرجل الصغيرة هي السالب. المفروض نعطوه 5 فولت أو 3 فولت الموجب نتاعها في الخط الطويل. فطبعا ركبوها في لوحة التجميع. لوحة التجميع طبعا كيف ناخذه كيف فكرة سريعة، طبعا كل خط موصل ببعضه، الخط الطويل هذا موصل ببعضه، هذا موصل ببعضه وهكذا. وطبعا هذا كله موصل ببعضه، وهذا كله موصل ببعضه، نقدر ندخله. فطبعا نقدر نديره، نبي ناخذه طبعا ايش. طبعا اذا كان بنديروا تغذيه للدائره هذه، ممكن ناخذها من مزود التغذيه خارجي، ممكن ناخذ تغذيه من لوحه الأردينيو نفسها. فنجول الارضي او جراند جي ان دي، نحطه في الارضي هنا، وناخذه 5 فولت وهنا. فيجد الخط هذا كله، الخط هذا كله شو؟ الخط كله نشوفه بالاول، ممكن يطلع كم؟ 5 فولت هنا. نشوفه بالأول، خذيناها من لوحة الأردينيو نفسها. عرفت؟ شفتم في الأغميدة طبعا كان موجود حاليا 5 فولت، 5 فولت على طول الخط هذا. طبعا نقدر نستعملوها لتغذية الدائرة تاعنا. طبعا إذا بالنسبة لنا نحن نقدر ناخذه، طبعا افترضنا لو خذينا الليد رقم 13 اللي يشعل الوظيفة نفسها، وركبناه وين؟ ركبنا كيف ما قلنا المرة اللي فاتت، ركبوه عبر مقاومة
ناخذ مقاومه المقاومه هذه مقاومه 220 اوم مقاومه 220 ذروه عبر مقاومه يعني الضي مشى للمقاومة وبعدها مشى للدايت وبعدها ناخذ ايش؟ ركبوا الكرع الأخرى متاع الدايت نركبوها وين في الأرضية نشوف ايش نصير؟ خروج رقم 13 شفتوا؟ قاعد يشتغل طبعا عبر المقاومة قاعد يشتغل نفس اللمبة هذه نفس طبعا هذا يولع فيها الكمبيوتر تلقائيا يولع ويطفي لكن نحن شنو بنديروا؟ نبي نديروا الكلام هذا بالبرمجه عرفت؟ نحن نبي نولعوها ونطفوها كيف ما نبي نحن عرفت؟ نبي نولعوها ونطفوها كيف ما نحن فطبعا المره اللي فاتت درناها بايش؟ درناها بالسي بلس بلس تو نبي نديروها بالبرنامج تاع البلوكي برنامج البلوكي نفسه طبعا نجو هنا نقول ايش نقول طبعا بالنسبه للبرنامج البلوكي يشتغل على الروبوت اسمه بلوك مجموعه بلاتفورم او مجموعه تطبيقات احدها الاردينيو طبعا احنا اذا كان نديرو بعدين نقول ايش نقول له اشتغل في الاردينيو مود كيف نقول له اشتغل في الاردينيو مود نمشي للايديت نقول له اخدم في الاردينيو مود تو حاليا موجود في الاردينيو مود احنا شنو بنديرو تو اول شيء اذا كان نبون المره اللي فاتت كان عندنا نوع تاهيه او ناخذه نهيئه في البرنامج نفسه الجزء الاول خاص بتهيئه الجزء الاول خاص بتهيئه المتغيرات وبعدين نكتب البرنامج انا بالنسبه لنا احنا طبعا الكلام هذا تقوم به البلوكي نفسه فنحن نبو البرنامج هذا يتكرر نقدر نقول مثلا هذا لو فور ايفر معناها للابد كرر ما بين الفك هذا والهذا يعني اذا كان حطينا امر هذا بين الفك وهذا حيشتغل دمين الضي والع في الكمبيوتر وهو يشتغل او دمين الضي والع طبعا احنا الفكره بتاعت الامبيدد سيستم انا اول مره اي امبيدد سيستم كيف الاردينو نفسه نصبوا فيه البرنامج وبعدين نعلقوه في البطاريه قد يشتغل حدا ما يستحقش الكمبيوتر في جنبه لما نجي في مزرعه ناخذ الدائره هذه نبرمجها وبعدها نركبها في بطاريه وتقدر تشتغل في المزرعه وحدها تعدي تسقي وتراقب وهكذا فانا بالنسبه لي انا خلاص استعملت جيت فور ايفر هذا الكنترول طبعا هذا من واحد كنترول فيها حلقات فيها امر اف اللي هو اذا امر الشرطي فيها امر ويت انتظر حتى ويت حنستحقوا له بعدين وممكن تو احنا يهمنا تو نديرو شنو ناخذو نبي نديرو نبي بن معينه مثلا بن هي مثلا بن رقم 13 نبي ناخذها بن رقم 13 بن مثلا نقول الست البن اللي هي الخيط كلمه بن معناها الخيط البنات هذين عندنا الخيط بن رقم 1 بن رقم 2 البنات هذين رقم 1 2 3 4 لعند 13 البنات هذين اللي قدامنا نقدر نأمر أي واحد منهم يكون 5 فولت ولا 0 فولت فنحن نبي نأمر البن رقم كم؟ إذا كان بن رقم 9 أو 10 أو كيف ما نبي يعني مثلا لو كان درنا البن رقم 13 نبيه يقد هاي معناه نبيه والع فلو كان نفذنا البرنامج هذا طبعا نشوف كيف ننفذ البرنامج طبعا نقول له للأبد خلي البن رقم 13 هاي ترى نشوفه طبعا بالنسبة لعملية صب هذا البرنامج داخل هذه اللوحة عن طريق هذا الأمر اسمه upload to Arduino upload معناها تحميل في الأردينيو هذه اللوحة اللي اسمها أردينيو فأنا نقول له upload to Arduino قاعد توش يدير تو طبعا إحنا نحتاج شنو تهيئة لأن إحنا نبني نجو connect serial port نخلل طبعا ضروري إن يحتاج التعديل طبعا التهيئة نفسها هو قال لك لو راكب خمسة في البورت 5 لان بدري مشغلين على الاخر عرفت مشغلين على البرنامج الثاني اللي هو برنامج الاي دي نحن عندنا يا برنامج الاي دي نبرمج به الاونو او برنامج البلوكي برمج لكن احنا برنامج البلوكي مهم جدا ومفيد وسريع في
فنحن تنشوفه كيف نديره. فشنو قلنا؟ نقول نديره أبلود، قاعد يدير في أبلودين ونشوفه تو. شوف قاعد توي برم، قاعد يبرمج. بعد ينفذ خلص، قاعد ينفذ شن صارته، نفذ البرنامج وشغل البن رقم 13. البن رقم 13 أمرناه بأن يكون هاي، output as high. طبعا نقدر نخلو مثلا مرة هاي مرة لو، كيف من بعرف. ممكن نديرو له duplicate، ناخذ نفس الأمر هذا نقول له duplicate. duplicate معناه كرر، يعني كرر كرر مرتين. وقلت له هكي تو شنو صار؟ خلاص قاعد شفته قاعد، يعني ممكن انا اخليه مره لو ومره هاي. ايش معنى لو ومره هاي؟ يعني معناها مره ندز 5 فولت للدايود ومره ندز 0 فولت لهذا الدايود، ونقدر ننفذ البرنامج نفس العمليه. نقدر ننفذ، كيف ننفذ البرنامج؟ قلنا نقول له ابلود تو اردينيو. طبعا بالنسبه لكم انتم تقدروا تشتغلوا على في ويب سايت سيميليشن، يعني برنامج محاكاه تقدروا تشتغلوا عليها. تو نشوفوا الكلام هذا، ابلود فينيشت كلوز. ممكن نديروا برنامج تاخير، هذا نقول ممكن ويت